الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل: من أبى يا رسول الله؟ من أضاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله إله سبحانه وتعالى يا نعم ولن اسكله الله سبحانه وتعالى إن كان لقيد الإسلام جل جلاله وإنه قال هذا إله سبحانه وتعالى إنه نسيه لعمد أوين أي بن آدم كلا سيه وأحسلانمه إله سبحانه وتعالى وحنا كان لقيد إيمان له وإله حصي سبحانه وتعالى والنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وحرمنا إن نسوقد بنا موضوع قصابصا تقوى الله إلهي سبحانه وتعالى عبسديسا ولو ما نقف مؤمن كاي مر والباين إلهي سبحانه وتعالى وكعب صدو وقفك إن إلهي سبحانه وتعالى وكعب صدو يسوع تقلنا يسوع إن وحي عبا بدن أدون كيسي يآخر ديسي وقفه وليمانه. حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ورنا يولي النبي صلى الله عليه وسلم يا لويديي وعلى ويدي النبي صلى الله عليه وسلم وحا أبدا ويدتك بقلياني جنة عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق وحيدتك جنة كوكليا وحا أبدا إلهي سبحانه وتعالى عبسديسا يدعو عدد ونادياني. وعلى ويدي النبي صلى الله عليه وسلم وحا أبدا ودتك كوكلياني نارتا عن أكثر ما يدخل الناس النار. فسير النبي صلى الله عليه وسلم الفم والفرد وحدتك كشقيستانين أفقودا يوحي فرجودا كصميانين وحوي النارت بقليان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا درتيد بلدون يقفون أفقي سواح قصو بحيا وكان تروله فرجي سنا وحمانتا يفسقي أو كدوره. إلهي سبحانه وتعالى أمر بكوه رمي يددك إلهي سبحانه وتعالى كعب صدي إلهي وعودي ياري مرتقاد آدو ونعكسن وعليه إلهي سبحانه وتعالى يسوك ورمى القرآن كيس كريمك في سورة الداريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إلهي وعليه سبحانه وتعالى ذاتك متقين إلهي كعصد إلهي وعود ياري جنوين وحو يأولو دردريا إلهي يدياري سبحانه وتعالى وحولي إلهي سبحانه وتعالى وحي قاتل وحي إلهي سبحانه وتعالى وسيي إنهم كانوا قبل ذلك محسنين سببت يقاتلنا وحي أهايين مركي أدونك جوغانين أي وحي أهايين مركي جوغين تدوان أكسن أو محسنين وإلهي سبحانه وتعالى إن تدك سوى عن أحريرية وإلهي كعب صدق وراكسن وحولي إلهي سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون hameenki wixii wax yar bay siixan jireen oo inta badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay xusi jireen oo salaad bay u istaagna jireen wabil asxaarihum yastaghfiruun xuliyada suxuurta ee waagu uu baryayo soo dhow yahayna ilaahay bay dambi dhaaf wadiisan jireen oo wixii xalaw dhan salaadii ay tukanayeen iyo cibaadadii lama weyneen waxay way la yareed markaasay waxay sameyn jireen ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay wixii ku gabagabeyn jireen adduun waxa weeye hameenki إلهي سبحانه وتعالى استغفار ذا البدان وإلهي دعا لهم نغا أقبل أعماشي يواناقي عن حلق ودن سو سميني نيد وإلهي إلهي سبحانه وتعالى حوله ذا وحا كسوان حق للسائل والمحروم كي وحوي دي سنة يددك يكي محروم كاها ومحروم كو وقفا عن باهي دي سشيغانين وحا قرانا يوقفا وقانا يا إن باهي عيسو تدك صفادة إلهي سبحانه وتعالى وكسفي إلهي وحكو الرمي قصص قرآن كينو كجرا إلهي نوكو الرمي oo ah nabi walba markii la soo dirayay oo qoomkiisa loo soo dirayay waxa uu toolkiisa ku lahaa wax kale ma ahayna wa ilaahay subxaanahu wa ta'aala cabsiisa ayuu yeerayay wa id qala lahum aquhum nuuhun ala tattaqun ilaahay wuxuu leeyahay nabiyullaahi nuuh qoomkiisa walaalihii markii aanu dirnay ayuu wuxuu ku leeyahay ala tattaqun umiina istireen oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabsanayn oo fisqiga iska deynayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay إني لكم رسول أمين ولي يا نبي الله نوح أنا وحنا يا رسول إلهي سبحانه وتعالى وصدر صدي ولا آمني فاتقوا الله وأطيعون إلهي كعب صدى سبحانه وتعالى علينا يا أضيع وعقلوا لي يا إلهي سبحانه وتعالى يسوع كور رمية
qisadkii quraankiisa ku jiray isagoo inoo ka warramaya nabiyullaahi huud oo qoomkiisii loo diray sifadii iyo waxa weeye hadalkii uu ku yiri nabiyullaahi nuux qoomkiisii inuu ku yiri id qaala lahum akhuuhum huudun alaa tattaquun. Nabiyullaahi huud markuu qoomkiisii loo diray wuxuu leeyahay miyaana ilaahay ka baqayn subxaanahu wa tacaala, innii lakum rasuulun amiin, anugu waxaan ahay rasuul laydiin soo diray oo ilaahay xaggiisa ka yimi oo aamiin oo la aaminay. Fataquullaaha wa adiicuun, ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada anigana iyeela waad badbaadaysaaniin. ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsida iyo taqwadu waxa weeye qofka mu'minkaahi waxaa loo baahanyahay mar walba inuu ku digtoon yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa uu qofku ku joogo. waxyaaba badan oo adduunka maanta ka jira oo waxa weeye fisqi iyo xumaan iyo adduunkii oo waxa weeye macaasidii ay badatay, qofku taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala baa la doonayaa inuu ku sifaysnaado. culimmada waa la weydiiyey oo taqwada macnaheeda, ibnu rajab raxmatullaahi caleyh wuxuu leeyahay attaqwa waxa weeye macnaheedu an yajcala alcabdu baynahu wa bayna maa yakhaafuhu, qofka waxa weeye inuu uu yeelo addoonkaahi dhexdiisa iyo waxa weeye cidda uu ka cabsanayo inuu waxa weeye wiqaayo iyo waxa weeye iyo sadri uu sameeyo si uusan waxa weeye xadkii uusan uga gudbin. waxaa kaloo la weydiiyey taqwada abu dardaa, waxaa la yidhi taqwada nooga waran waxuu leeyahay an yattaqi illaaha alcabdu, addoonku inuu ilaahay ka cabsado subxaanahu wa tacaala, xataa yattaqiihi mithqaala daratin, wax yarba ilaahay ha kaga cabsadee waxa weeye inuu ilaahay ka cabsado subxaanahu wa tacaala. wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu mascuud ayaa la weydiiyey radi allaahu canhu attaqwa maa macnaa attaqwa, waxuu leeyahay an yudaaca allaaha, qofku inuu ilaahay adeeco subxaanahu wa tacaala, falaa yucsaa uusan caasinin, wayudkaru ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku inuu xuso oo falaa yansaa uusan hilmaamin ilaahay subxaanahu wa tacaala, wayashkuru inuu ilaahay ku shukriyo jalla jalaaluhu, falaa yakfur uusan qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ku gaaloobin. waxaa kaloo la weydiiyey taqwada asxaabiga weynaa abi hurayra radi allaahu canhu ayaa la weydiiyey ka waran taqwada nooga waran, wuxuu ku yidhi ninkii weydiinayey taqwada wuxuu ku yidhi wadiga meel maba dhee qodaxda ku badan tahay, markaasuu yidhi haa waan maray, maxaad samaysaa buu ku yidhi markaad meesha qodaxda ku badan tahay soo marayso, wuxuu yidhi waan ka xaaladaystaayo waxa weeye meel aan qodaxda lahayn ayaan waxa weeye cagta dhigaa oo waan iska ilaaliyaa. fadaaka taqwa ayuu yidhi waxa weeye cabsida aad weydiinayso wataas, in ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka cabsaso cabsidu wataas. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka warramayay qofka ka cabsada cabsidiisa dhabta wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja, ilaahay subxaanahu wa tacaala makhraj iyo boos buu u sameeyaa qofka markuu ciriiri galo. qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsan jiray waxaa la doonayaa marka sifada cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu addoommadiisa ku addoonsaday in qof walba oo mu'min ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxa weeye kaga cabsado. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa cabsida dadka ka cabsada in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay yihiin dadka waxa weeye kuwa muxsiniinta. wuxuu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala in allaaha maca aladiina attaquu waladiina hum muxsinuun, ilaahay macooda weeye dadka ka cabsada oo cabsida ku sifaysan.